شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات واسعة طالت 76 فلسطينيا من الضفة الغربية. وقالت مصادر أمنية فلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت 36 شخصا من قلقيلة شمال غرب الضفة، وأربعة فلسطينيين، ثلاثة منهم أسرى محررون في طوباس الواقعة شمال شرق الضفة، إلى جانب اعتقال آخرين من نابلس وجنين شمال الضفة وبيت لحم والخليل جنوبا. ومن القدس اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي طفلا بعد إطلاق النار عليه.